السلام عليكم متابعين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا اول تقديم بالصينيه ديالنا بالبراد اللي هو اصيلي مغربي 100%. اليوم جيناكم بواحد الفيديو جديد نتمنى يعجبكم ان شاء الله يا ربي، فيديو خاص بتيتيش وخالتي يمنا. مهم اش غادي نقول لكم؟ اول حاجه كنشكر خالتي يمنا وتيتيش والعائله كلها. داك النهار داروا لي ديك المفاجاه اللي زوينه اللي عمرني غنساها في حياتي، وغنبقى نتفرج في الفيديو حتى اخر نهار في عمري. يعني فوقاش ما شفت الفيديو كانت اثار وكانت واحد ديك الحاله، يعني البكاء والفرحه بجوج. اليوم بغينا يعني انا وكعائله كلشي نرد واحد الجميل ولو يكون صغير خالتي يمنا وتيتيش، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو. ودابا خويا الحسن غادي ندوزو للعائله ويعطيو التقديم ديالهم، وتحيه للمشاهدين. عادي يعرفوا المشاهدين ديالنا بالموضوع اللي خاص بتيتيش وخالتي يمنا، وما راه ما كاينينش معنا دابا، يعني درنا لهم داكشي يكون يعني تشويق كمفاجاه ليهم. نتمنى تعجبكم، وكنشكركم بزاف بزاف المتتبعين ديالنا ولا الحباب ديالي على المفاجاه اللي درتو لي. تحيه لكم كبيره فين ما كنتو. ودابا غنعطي الكلمه للبنات والامي والحباب كلهم مجموعين على الطبله، وغادي نخوي اتايا ان شاء الله. يا ربي نخليكم تخوي اتايا ونخليو البنات يستعملوا هاد المسائل ديالهم، واش غنسيب ديالها بعدا هو الاول. شنو المفاجاه السلام؟ المفاجاه شنو تقول هاد النهار؟ ماشي انا. السلام عليكم متابعينا الكرام، كنتمنى الله تكونوا على خير وبخير ان شاء الله يا ربي. اليوم اللي لنا واحد المفاجاه للمدام ديالي تيتيش والنسيبه ديالي خالتي يمنى، وكنتمنى من الله انها تعجبهم. شكرا لكم بزاف، وكنتمنى الله تعجبكم حتى نتوما ان شاء الله. هذه الحاجه اللي بنينا عليها الصراحه، يعني بنينا على الموضوع ديال المتتبعين، عطاونا اراء كثيره باش غادي ان شاء الله غادي نعلنوا على هذا الموضوع، وغادي نعلنوا اكيد مع الوالده خالتي فاطمه. حنا في الضيافه ديالك كرمتينا وجدتي علينا، الله يطوف عمرك بشي حجه ان شاء الله يا ربي. الله ينور دارنا هذه، الحمد لله. هذه الكلمه اللي كتقول لي ديما الله يخطك علينا والله القسم. امي فاطمه الله يغيبون ارضو ربي، ملي كدار فنونه يا مرحبا. ربي يخليك فاطمه اختي، الله يطول عمرك. محلمه والخيمه الكبيره ولدي، وديما فرحانه بينا مسكينه قدام الكاميرا من مور الكاميرا. امين كتقولك مسكينه ديما في الدار ديالكم هذه. امين ام محلمه، والله يطول عمرهم الله يخليهم لنا ان شاء الله. امين محلمه. ها ولدي زنا عند رشيده، ما بغاش تقول لنا زنا عند ياسين، ما بغاش يقول لنا دابا القضيه كيفاش هذا الموضوع؟ نخليو ديك القضيه مخبعه حتى يوصل. دابا شوفي دابا المراد حطيناه، هاتي حطيناه الخير قدامنا، الوجوه زوينه معانا. هذاك الشيء اللي كاين ولدي والحمد لله. ايوا غير واحد المفاجاه ان شاء الله درناها لخالتك يا منى وتيتيش يا ربي، ونتمناو ان شاء الله يقبلوها ويكونوا معها نيت. اكيد المتتبعين هما اللي غيكونوا في هذه القضيه، موضوع خاص للمتتبعين. المتتبعين داك الشيء اللي كاين ولدي ان شاء الله، وداك الشيء اللي كاين انتم غتشوفوه ان شاء الله يا ربي. زعما نقولوها دابا زعما نقولوها بلاتي عطيني زيد يا منى. السلام عليكم مرحبا بك. بارك الله فيك اخويا حسن، تحيه للمشاهدين. ايوا كما كتشوفوا راه بغاو يديروا واحد المفاجاه لخالتي يمنى. ودابا تحضرت انت في اخباري انا. ما تقوليش انت يا لا 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 يسير ان شاء الله. السلام عليكم متتبعين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما تتشوفوا اليوم مفاجاه لختي تيتيش وخالتي يمنى. من بعد فاطمة ساتي في راسك ما خبري وايلي هذا ما كاينش معايا صافي دابا بحالي بحالك. ايوا خلي داك الشيء وغادي نشوفوا دابا فاطمة الزهراء وحفصة اشنو كاين. اش نبداو تما واقيلا غتقولوا لنا هذا النهار، تما اللي غتقولوا لنا واقيلا هذا النهار ما نعرف واش نفضحوا ولا لا. نقول بعد التحية للمشاهدين ديالنا فين ما كانوا، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نقول اي حاجه نشكر خالتي يمنى هي الاولى وتيتيش اختي. فخالتي يمنى واحد المره من اطيب خلق الله اللي ديما كانت كتحسبني كبنتها، ما كديرش فرق بيني وبين تيتيش وفدوى اميمه، ديما واحد المره اللي في القمه متواضعه. تحيدها من لحمها وتحطها لك، والله الا واحد المره لا يعمرها دار. وتيتيش كذلك ونعم الاخت، عمرها 6 سنين بداك الفارق، وديما متهليه فيا لا هي ولا اختي رشيده، يعني ديما كانوا خواتاتي اللي في القمه والله لا يخطيهم عليا. ما بغيتش نبكي، بغيت الفرحه الله. والصراحه يعني تلقنا بزاف ديال التعاريق من المشاهدين ديالنا، واحد التعليق اللي هي زوينه بزاف. والصراحه داكشي اللي قالوه هو اللي كاين ديال خالتي يمنى، واحد المره من اطيب خلق الله. ف
فبزاف ديال المشاهدين كيقولوا لنا عاونوا خالتي يامنا صلحوا لها الدار، وخالتي يامنا تستاهل كل الخير. فتجمعنا احنا العائله كاملين يعني واتفقنا درنا اجتماع ف يعني كما كيقولوا يعني خالتي يامنا الحمد لله على كل حال يعني غير كاريه، ما بغيناش حنا نصلحوا ديور الناس ولا، فقررنا ندير لها واحد المفاجاه باش نوقفوها على رجلها ان شاء الله يا ربي، ونعاونها باش تدير دارها ان شاء الله يا ربي وتستقر فيها، لان الحلم ديال كل واحد ان يدير دار ويستقر فيها بحال بحال اي واحد يعني كما كيقولوا غير قبر الحياه. والحمد لله يعني وقفات معنا خالتي يامنا وشجعتنا، والحمد لله حتى حنا يعني كما كنا كنتمناو انا وماما بحالنا بحال كاع الناس، الحمد لله بنينا دارنا ومستقرين فيها وفرحانين. فهذا ان شاء الله يا ربي اللي كنتمنى لخالتي يامنا كيما وقفت معنا نوقفوا معها ان شاء الله يا ربي، تدير دارها ان شاء الله وتستقر فيها وتكون فرحانه. فتيتيش اختنا وخالتي يامنا امنا، فبغيناكم حتى نتوما تشجعوها لينا والهلي يخطيهم علينا، وتحيه لهم كبيره. المهم دابا المفاجاه مازال ما عرفتش فاطمه مزالتي واقيلا ما نعرفوهاش معنا. لا خويا ما عرفتش انا بحال فاطمه، هي اللي غتقول الوالده. دابا هاد الناس واش هاي كلشي واحد نسيب ولا غيقول تقول ياسين ولا دوز عند الوالده؟ احسن الوالده هي الوالده. ايوا كما قلت لكم وليداتي كانت عندي ديك القناه الاولى درنا هذيك الاولى كنا درناها احتياطيه، ودابا تنتمناها ان شاء الله اليمنى نسيبتي اللي فيها اختي فيها كلشي، وتمنيتها لها ان شاء الله وتعاون بها راسها وتخدم بها، والله يجعل ربي يعاونها، الله يسهل عليها. غادي نهديها لها ولدي، والله العظيم غادي نهديها لها، وتنطلب سيدي ربي يعاونوها وليداتي ويزيدوها لقدام، حتى هي راها مرأة طيبة، والله يرضي عليكم. وهذا الشيء اللي غنقول لكم وليداتي والله يسهل عليكم. الخانة يعني فيها الكود فيها كل شيء، فيها ولدي الكود فيها كل شيء، فيها كل شيء. والحاجة اللي غتبقى إن شاء الله يا ربي هي خاتي يامنا خصها باش تصور. اي خصها مسكينه باش تصور. شنو السياسه؟ هاد القضيه شنو هي كاينه؟ هي فكرت فيها صراحه، المهم غادي نشاركوا مع المتتبعين الهديه ديال خاتي يامنا حتى تجي ان شاء الله. ما شاركوش دابا؟ هي الكادو فين هي الهديه؟ يا عندي. روح للمتتبعين روح لهم. غوتوا ليها؟ اييه. شنو صيفطوا؟ رشيده. رشيده رشيده على مولانا. حبسوا دابا التصوير تجي خالتي يامنا. جايبه تيتي شو خالتي يامنا باش يحضروا معنا لهاد الحفيله ديالنا، راه درنا لهم واحد الحفيله اللي هي بسيطه عند فاطمه الزهراء بالمناضه والبسطيله، نتمنى تعجبهم. ياكي خالتي يامنا هاد الناس غفلوكم هاد الناس هذا. شنو دايرين ما نعرف هاد الناس هذا؟ دابا درتها برشيده يمكن غديرها صافي ما تردها ان شاء الله. والله انا نسى ذاك النهار حتى لاخر يوم في عمري، يعني مشيت عند خالتي يامنا انني غادي ندير لها واحد المفاجاه، وغادي نمشي لهيها ونجلس معاها تنفطروا، هذه عاد غنجيو. انا خالتي يامنا كندخل معاها الكوزينه ندير شي حاجه كتقولي والله ما تقيتيها ديري حطي، حسيت براسي بحال عندي عطله يعني ذاك النهار ما خليني ندير حتى حاجه صراحه. والله العظيم كبرات بيا، انا اصلا كنعتبر دار خالتي يامنا بحال دار الوالده ديالي، يعني كنتصرف بيها بكل حريه، نوض نتسخر ما عنديش مشكل. وداك النهار اللي كان هو كبير عندي وفاجاتني واحد المفاجاه يعني قلبتها عليا اللي هي احسن مفاجاه في حياتي دازت كلها صراحه. ديك الفرحه جات لي وجات لك صراحه. اليوم خالتي يامنا ولو نردوا لها غير واحد شويه قليل غير بسيط في حقها، لان واحد الانسانه ما شاء الله كما قالت اختي يا حفصه كتحيدها من جلدها وتحطها للضيف وتكبر بالضيف، وما تقعدش حدا الضيف حتى ياكل ويشرب ويتبرع، وعاد هي يعني اخر حاجه اللي كتفكر فيها انها تقعد حدا الضيف وتاكل معاه، يعني كتكبر به اكثر من القياس، والنفخه ديالها تبارك الله ما شاء الله ما كترضى حتى بواحد. نتمنى اليوم انها تعجبها المفاجاه ديالنا والحفله ديالنا بسيطه. هذا الشيء اللي كان وي شنو كاين السلامه شنو اللي كاين الوالده هذا النهار هذا راني كنت كيف مسكينه خاطرك يامنا
راني ضيقه بكم ثقه تامه. الله يدي الوالد. شنو كاين في السلامه هذا النهار؟ والله اولدي شنو كاين معك؟ قولي حسن. كيما قلت لكم اوليداتي صحيح. راني داك اييه هاك شي حل شي المصور ديالنا هو السلام عليكم المتابعين الاوفياء. ان شاء الله يا ربي هذا النهار هذا القضيه اللي كاينه هي اننا كثير ديال المتابعين الردود ديالكم وسميتوا لي كومونتير ديالكم ومركزوا على خاتيه منا. يعني كانوا قالوا الصراحه كما قالت حفصه يعني خصنا نصيبوا لها الدوره. كاين خاتيه منا لحد الساعه مازال كاريه يعني ما يحتاجش تصلح الدار ديال الناس وهي ساكنه فيها غير في الكرا وصافي. يعني الحاجه اللي خسر لينا حنايا السبيل اللي خسر لينا تنعاونوا بزاف الناس وتنعاونوا في الخفاء ولكن بعض المرات تجينا شي حاجه اللي ما تنقدروش حنا الصراحه يعني ندير واحد الكماليه. ولكن اللهم لك الحمد لله كل حال خسر لنا واحد الطريق اللي غتبقى متعلقه بكم ان شاء الله يا ربي. المهم القضيه اللي درنا هي القناه ديال المحلمه ان شاء الله يا ربي بغينا نهديوها للميمنه. وكما قلتو نتوما كان الراي ديالكم على اننا نفتحوا قناه ولا نتعاونوا مع خالتي يمنه. حنا خسرنا هذا السبيل باش خالتي يمنه غتبقى تصور اليوميات ديالها ان شاء الله يا ربي اكيد بالرفقه ديال العائله. وكما حاجتنا مرحبا وغتكون ان شاء الله اميمه هي اللي غتبقى تصورهم ان شاء الله يا ربي وتفرجوا فيها وعاونوها باش بيديها تقدر ان شاء الله يا ربي غادي تنجح في حياتها وغادي تكون دوك الحوايج اللي ربما كنتو نتوما كدعيو لله سبحانه وتعالى يوصلهم ليها. وبهذه الطريقه ان شاء الله يا ربي اكيد غتخدم وهي مرتاحه حيت خالتي منا فيها النفس لواحد الدرجه اللي هي كبيره بزاف. والطريقه موالبه لينا كاملين وحنا قناه اضافيه ان شاء الله يا ربي نقدروا نفتحوها منا وجديد اكيد بالمساعده ديال المتابعين. وهذه القناه الحمد لله اللي زوين فيها هي فيها الكود فيها الكونت تقدر تخدم بها وتخلص منها وتقدر تغير بزاف ديال الحوايج في حياتها. شبان لك هادشي تيتيش. ان شاء الله. الله يعاود لك تيتيش. تستاهلوا كل خير. تستاهلوا كل خير. ويجعل ربي يعاونك وعليها ان شاء الله. سالو كل خير سالو كل خير اختي تيتيش صراحه الله يودي سالو كل خير سالو سالو كل خير امي يامنا سالو كل خير سالو كل خير هادشي قليل والده اجي حدايا هنا سالو كل خير امي يامنا والله القسم ما تبكيش يامنا هادي الوالده خصهم يكونوا دموع الفرحه ان شاء الله يا ربي وخا انت يامنا خصها تجي للقدام هي وتيتيش ويخدموا على القناه ديالهم وحنا معاكم ان شاء الله يا ربي صراحه والله القسم بصح المهم نعنيك السلام سالو مانو كل خير مانو تسالو والله ماشي سهل علي سنة انه يعني يهز بنادم واحد القناة اللي هي مفعلة ويعني ناضية ويعطيها الأم ديالك راه شي حاجة اللي ما تصورش راكم درتي واحد الحاجة اللي ماشي غتفرحني حياتي كاملة راه غتفرحني حتى نهار نموت والله القاسم شكرا لكم اخويا السلام كل خير الصراحة القناة هذه كانت محتاجة ليها الميمة ديالي وغادي نوقف معاها ان شاء الله فيها وغادي تيسر لها الامور ان شاء الله. وديما كنت كنقولها ديري قناه ولكن هي كانت ديما راجعه للور وكتخاف يعني كتقول لك انا كنحشمها بنتي ما نقدرش وهذا. واليوم درت لها هاد الحاجه اللي هي زوينه عجبتني وما بغيتش نبكي صراحه راه عرفتي راه واحد ما تبكيش ما تقدرش راه ما كتعرفش دي شي حاجه بالصحه هذه والله العظيم. شكرا لكم ياسين وشكرا حتى الزوج ديالي وقف معايا وشحال من حاجه دارها ليا شكرا لك بزاف والله ما ننساش الخير ديال العائله ديالي والعائله ديال محليمه والله العظيم شكرا لكم كامل كديروا لينا شي غير هاد الخطره راه كدرتو لي عاودتي الله يرجع بيديكم البصا بالجنة ان شاء الله. الدراري كلهم والبنات والعرايسات كلهم الله يجلس يوقف معاهم ويسهل عليهم وما نرد لكم حتى انا بالفرحه ان شاء الله نعوض لكم يا ربي ما كثر ما كثر هادشي اللي كنتمنى من عند الله يا ربي. وحاجه اخرى ياسين والمشاهدين الصراحه الله التعاليق ديالهم الزوينه اللي خلاتني حتى انا نفتح القناه ديال القناه ديالك وما تبكيش ما تبكيش خاتي يمنى وحنا معاك ام يمنى ان شاء الله وما تبكيش حنا معاك الحمد لله. دابا حنا درنا هذه القضيه باش تفرحي ان شاء الله يا ربي. ام يمنى عندها واحد النفس كان عندها ولا ما كانش عندها ما تقول لكش قسما بالله الا السيده الا يعني بزاف د الحوايج يوقعوا في الكواليس المتابعين ربما انتم ما كتطلعوش عليهم حتى حنا راه بشر عاديين تيكون عندنا شي حوايج ولكن الحمد لله ديما تنبغي نوريكم واحد الوجه اللي فرحانين باش نعطيو واحد الطاقه للعالم ككل الاسلامي وهذا باش الحمد لله نعطيو واحد الصوره زوينه. ولكن رغم ذلك راه تيكونوا خفايا تيكون عند الانسان مشاكل تيكون عنده شي حوايج اللي مقصع بهم ولكن ديما تنبغي نخرجوا لكم باش نعطيوكم صوره زوينه على اننا الحمد لله تنرفعوا الرايه ديال المغرب دابا هو الاول والرايه ديال الاسلام والرايه ديال العرب والله ملك الحمد لله كل حال. يعني مشينا الصراحه يعني تقدينا هذا التليفون من نوع ديال الاس دي بلس سامسونج اختاريناه الصراحه يعني كازيو حيت ما فيهمش جديد بحكم الى دينا تقريبا ب 4000 درهم الى دينا فهاد الجديد ما غاديش يعطي واحد الكاليتي ديال التصوير. بالنسبه لليوتيوبرز راه غيعرفوا هذه القضيه هذه اللي ديتو جديد ب 4000 درهم غنطيح في واحد الكاليتي ديال التصوير اللي راه ديئه. اختاريناه كازيو هادو ما فيهش جديد
وهذه هي اللي كان مهم تبقاي تصوري به ان شاء الله يا ربي التليفون هذا وتخدمي به المحاله ديالك ان شاء الله يا ربي. مازال ان شاء الله يا ربي ايوا تيتيش دابا عاوني خالتي امنه ان شاء الله يا ربي تكوني في جلبها. الله يحفظك انك يا ولدي. الله يحفظك. الله يحفظك خالتي امنه. الله ينورك الحبيبه ديالي. الله يستاهل. الله يستاهل والله العظيم. ودابا تيتي الشاهدين ان شاء الله وكل مع خاتيا من الرجاء. غنقرا فوق المنطقه ديالي وغنوقف مع خاتيا ديالي والله ان شاء الله يا ربي. يعني ترانا خواتاتي عرفوا معايا ان شاء الله مع خاتيا منا. يعني انا داكشي درت معايا اختي تيتيش ملي كنت صغيره وداك التهلو اللي كانت كتهلا فيا نحاول نرد خالتي منا وليها واحد ولا واحد شويه من داك الجميل ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله نتمنى لها التوفيق ان شاء الله يا ربي ونتمنى المشاهدين ديالنا يشجعوها ان شاء الله يا ربي كامل باش نوقفوها كامل على رجليها ان شاء الله يا ربي ونحقوا لها كل ما كتمنى ان شاء الله وهالشيء بفضل المتتبعين ديالنا ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. ودابا اللي غادي نقول لكم هالشاشر ديال امي منا خلي عندك ان شاء الله يا ربي هالقناه كلشي تيبقى عليكم المتتبعين حيت نتوما الحمد لله الطاقه ديالنا كامله كنستمدوها منكم. دابا غنساو هذا الحزن القناه ديال ام يمنه واش غتبقى في السميه ديال ام حليمه ولا نبدلوا القناه لي كومونتير ديالكم هما اللي غايقولوا لنا. ودابا غنرجعوا السكه ديال مسابقه فاطمه الزهراء ان شاء الله يا ربي غتقول الفيديو ديالها واش غدي اكبر عدد ديال اللايك واش تبقى رشيده هي المتصدره ومن بعد ان شاء الله يا ربي غيشوفوا فيديوهات اللي هما زوينين وغنعلنوا على الفائز وغنشاركوا معكم فيديو زوينين. ودابا اللي بقى لنا غادي نقول لهم مع ام يمنه مع السلامه.